البحر قدامه وفرعون وراءه. اتقفل يا اما يغرق يا اما يقف وفرعون يقتله. اللي وقال اصحاب موسى انا لمدركون. احنا خلاص في هلاك يا موسى، بحر وفرعون. سيدنا موسى البحر زي ما هو، قال لهم ايه؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. ربنا هيهديني. الميه باللي بينزل في الميه مش بيغرق، اللي مش بينزل في البحر بيغرق. ربنا اوحى لسيدنا موسى ان يضرب بعصاك البحر. سيدنا موسى كان معه عصا صغيره كده، اضرب بها الميه يا موسى. طب لما نضرب الميه، ما هي ميه يا عم، اسمع الكلام. لما ربنا يقول لك صلي ما تقولش ليه؟ ليه الظهر 4 ركعات؟ ليه المغرب 3 ركعات؟ ليه العشاء 4 ركعات؟ ليه الفجر 2 ركعات؟ ما تسألش، انت قول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. يا موسى اضرب بالعصا تحتك المية وما تسألش. ضرب بالعصا الماء فانفلق، او فانفلق، فكان كل فرق يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق. الترقيق فرق او فرق وحيت الله، يجوز الوجهان التفخيم والترقيق. كل فرق كالطود له العظيم. كان مع سيدنا موسى 12 عيله، العيله لو مشوا في سكه واحده ربنا عملها لهم في البحر هيتعاركوا وهيزقوا بعض. ربنا قال لهم لا، 12 عيلة ب12 سكة في البحر، كل عيلة تمشي من طريق على المية. تجمدت عناصر الماء بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. غير الله نواميس الكون لسيدنا موسى، فتجمد الماء تحت أقدام الخيول. ضرب العصا 12 سكة، عيلة فلان تعدي من هنا وعيلة فلان تعدي من هنا وعيلة فلان، 12 سكة. دخل سيدنا موسى، سيدنا موسى ومشي. فرعون أهبى، ما ساعات واحد تلاقيه متعلم بس ربنا يجنه أو يضله أو يلوحه أو يشيل العلم من دماغه. هو أنت سيدنا موسى يا فرعون؟ قال يلا رجال ادخل على المية. هما ال 12 سكة دولت هيستنوا لك؟ ده معمولين من الله خصيصا لنجاة سيدنا موسى ومن معه. عدي. عد سيدنا موسى وفرعون دخل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، فمن يهديه من بعد الله؟ فرعون دخل عايز يمشي على المية زي سيدنا موسى الذي جمد الماء لموسى ومن معه. قال للماء العناصر بتاعتك ترجع زي ما كانت في سيولتها وانسيابها. نزل فرعون فغرق ومن معه. قال لا، ده لسه معد عليها سيدنا موسى. لا، لسيدنا موسى بس، إن جهل سيدنا موسى ومن معه بس. لك انت يا فرعون، ده انت قلت انا ربكم الاعلى يا ظالم. تعرف لما نزل، لما فرعون قال انا ربكم الاعلى، بعض العلماء ذكر ان الله اوحى له سيدنا جبريل. لما فرعون قال انا ربكم الاعلى، ربنا اوحى له سيدنا جبريل خبط على الباب بتاعه. ففرعون قال من؟ فقال سيدنا جبريل. سبحان الله، رب يقول من؟ ما انت اله، ما تعرف اللي بره، ده انت مش عارف ايه مين اللي بيخبط عليك. فعناصر المية نزلت، نزلت جه فرعون عايز ينجو في اللحظات الاخيرة وهو بيغرق. استغاث بسيدنا موسى 70 مرة،
قال يا موسى أغثني يا موسى أغثني يا موسى أغثني، والله قال إذا سألت فاسأل الله ولكنه ظالم، قال أنا ربكم الأعلى، قال يا موسى أغثني 70 مرة. فرعون يقول أغثني يا موسى، فقال الله عز وجل في عليائه يا كليمي استغاث بك فرعون، استغاث بك فرعون 70 مرة ولم تغث، وعزتي وجلالي لو قال يا رب مرة واحدة لأغثتك.